بستين عارضاً وبمنتوجات متنوعة، بصمت تعاونية موغادور أورغانيك المتخصصة في المنتجات المجالية على مشاركة مميزة في معرض صقلي إكسبو، حدث تتواصل فعاليته بالدار البيضاء إلى غاية 10 يناير الجاري. تحلي لنا الفرصة صقلي إكسبو باش نبيعوا المنتوج ديالنا، وبدينا معاهم من أكتوبر. هاد التعاونية ضمن واحد المشروع كبير اللي كيشجع على المرأة القروية، على تشغيل المرأة القروية، وكيشجع حاليا كيشغل أكثر من 15 مرأة تمايا قروية. العارضات اللي جاو لعندنا عجبهم الحال وتقدروا أنهم يقوموا بتسويق المنتوجات ديالهم، والموقع ديال سانتر بن عمر كي هو معروف هو واحد المركب تجاري قديم، يعني مركب تجاري بن عمر دايوغ هاد ليفينمون دار لوكازيون دو لانيفرسير ديالو 35 سنه. منتوجات تعاونيه موغادور اورغانيك في هذا المعرض لاقت اقبالا ملحوظا. الجناح المنظم بغاليري بن عمر يقدم للزوار مستحضرات تجميل طبيعيه ومنتجات محليه متنوعه. كاين تبارك الله منتوجات كثيره، منتوجات تبارك الله ديال التراث ديالنا، جليل باتنا شي حاجه اللي غزاله ديال الصناعه التقليديه. كاين تبارك الله خياطات، كاين نباتات، كاين ناس تبارك الله في المستوى. كاين معنا تبارك الله موغادور اورغانيك، احسن كوبيراتيف، احسن تعاونيه كاينه بين شيشاوه والصويره. منصه المعرض هذه تم احداثها السنه الماضيه لتشجيع النساء ومساعدتهن على تسويق منتجاتهن بشكل افضل. لا.